السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. للأسف الشديد اللي كيتعطى للشعب هذا أول علامة أنه ضعيف الإيمان، لأن اللي عنده قوة الإيمان بالله تعالى ويثق بأن الله هو النافع هو الضار هو المانع هو المعطي لن يذهب إلى الشعوذة. هذا إنسان عنده نقصان في الإيمان. ثم عنده أيضا ربما عنده ضعف في الشأن الاجتماعي، أنه مضرب مع الزمان، لم يستطع أن يكون قنوعا ولا راضيا بالوضع، يريد أن يغير ولكن لا قدرة على التغيير إلا بسلوك طريق الشعوذة. كاين الشعوذة اللي كيستعملها من أجل التفريق بين الناس، هذا حرام جدا، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أو الإضرار بالآخرين، أنه كيقوم كيتقف ليه التجارة او كيتقف ليه البنات. هذا كله ضرر خطر جدا، وهذا كفر والعياذ بالله. وكاين ما يسمى بالشعوذة البيضاء، انه كيسمو سحر المحبة والمودة، كيستعملوا غالبا في الجانب العاطفي الفتيات والرجال، يعني الشمع، كيشعلوا الشمع ولا كيطفوا الشمع ولا بزاف ديال الاشياء من هذا القبيل، كيسموها السحر الابيض. حتى كاين السحر الاسود والابيض هو للمودة والرحمة وجلب الحبيب. هذا كله دليل على ضعف الايمان، دليل على ضعف النفس، والانسان لم يشاف هذا الطريق كيخسر الدين ديالو ولا يحصل على شيء في الدنيا. والوصيه هي ان الانسان يعمر قلبه بالله تعالى، ولا بغى شي شيء يصليه هناك الدعاء ربنا عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. الحاجه اللي ما بغيتش نصليها بالقدره ديالي، بالفكر، بالمنطق، بالعقل، بالمدارك، كنصليها بالدعاء، وانا ذاك ممكن ان الانسان يصرف عنه البلاء ويجلب لي الخير بالدعاء. بالدعاء مخ العباده. اما الشعوذه فهي كفر وهي من تلبيس ابليس، وللاسف الشديد انتشرت في المجتمع، ودليل على ان كاين نقصان في التدين. وهذه رساله للعلماء وللفقهاء والصلحاء انهم يجتهدوا اكثر، المجتمع هو مريض والعلماء فوقهم الاطباء، لابد ان يتدخلوا لعلاج هذا الجسم المريض بالنصيحه، بالوعظ، بالارشاد، بالكلمه الطيبه. اكيد ان السلطات عندها واحد الدور، لان القضيه مرتبطه بالامر بالمعروف ونهي المنكر. الامر بالمعروف كيقوم به العلماء والصلحاء والمصلحين الاجتماعيين، والنهي عن المنكر كتقوم به السلطات. السلطات اذا شافت واحد الظاهره فيها شعوذه لابد ان تتدخل اول حاجه بالنهي والردع، ثم اذا كان الضرر كتنزل العقوبه حسب ما يقتضيه القانون. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.